السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم في الحلقة الثانية عن سلسلة الجرائم الإلكترونية، وهنكمل اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الجرائم الإلكترونية، ايه هي تعريفها وايه هي المحل الخاص بيها، اللي هي البيانات والمعلومات، سواء كانت خاصة بالشخص الطبيعي او شخص اعتباري او خاصة بأجهزة الدولة او الدولة بصفة عامة. طيب أداة الجريمة إيه هي؟ يعني إيه؟ يعني أداة الجريمة إزاي المتهم بيرتكب الجريمة؟ يعني إزاي المتهم هنا أقدر أقول إن هو بالفعل ارتكب في حقي أنا جريمة تسمى جريمة إلكترونية؟ طبعاً زي ما اتفقنا إن المتهم الإلكتروني دوت شخص تقني عالية جداً، يعني عنده تقنية هندسية فظيعة جداً، وطبعاً بعد الممارسة وإن هو كمان بيبقى متمرس من صغره على الأفعال ديت، أو بيكون هو مجهز لارتكاب العمل. أداة الجريمة نفسها بتسمى المعالجة الإلكترونية، المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات اللي أنا بقوله ده. طبعا البيانات والمعلومات اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، اللي هي كل الداتا والتفاصيل الخاصة بالأشخاص، سواء كان الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية أو الدولة. طيب ايه بقى أداة الجريمة؟ يعني ازاي اقدر اقول مثلا ان انا بياناتي ومعلوماتي اتعرضت لجريمة إلكترونية؟ تتعرض الجريمة الإلكترونية عن طريق المعالجة الإلكترونية. المعالجة الإلكترونية دي هي عملية بيقوم بها المتهم على بيانات حضرتك أو بيانات الخاصة بالشركات أو البيانات الخاصة بالدولة. بيكون هدفه من يعني اللي هو الأداة اللي هيقوم بها على البيانات والمعلومات دي هي حاجة من الأفعال اللي قلناها المرة اللي فاتت وقلوها تاني، هي بيكون قصده أنه نقل البيانات أو نسخ البيانات أو نشر البيانات ديت أو تعديلها أو محوها أو إزالتها خالص أو إرسالها. بمعنى يعني بيكون هدف المتهم الإلكتروني دوت هو داخل على معلومات حضرتك حاجة، سواء كانت بقى معلوماتك فين، معلوماتك في حساب بنكي والباسورد بتاعك، معلوماتك على أي برنامج تواصل اجتماعي ما بينك وبين أي حد، معلوماتك عن أي حاجة، مثلا لو عندك ملكية فكرية، حاجة كتاب نشره على الفيس على وسائل التواصل الاجتماعي أو على صفحة مثلا أو شبكة عامة للطرق اللي هي خاصة يعني بالطرق النشر والكلام دوت، هو بيوصل للكلام ده. يبقى طالما وصل له هيعمل معالجة. يعني ايه معالجة؟ يبقى هيعالج بياناتك. هيعالجها ازاي؟ يا اما هينقلها، يا اما هينقلها يعني ياخدها ينقلها في حتة بقصد ادراك، يا اما هينشرها يعني هياخدها ينشرها ويفضحك في حاجة معينة، يا اما هيرسلها لحد تاني هيقصد بها اضرارك برضو، يا اما هينسخها ياخد نسخة ويخليها عنده ويبدأ ان هو يبتزك بيها، خاصة لو كانت محادثة خاصة ما بينك وبين حد، زي مثلا محادثات الفتيات اللي احنا بنشوفها وبتيجي بعد كده بيبتزوهم الناس وبدأ يطلب منهم فلوس عشان يمحوا البيانات اللي خدوها. فما اخدوا بيانات يعني اطلعوا على شات او حديث ما بينهم وبين حضرتك او بين حضرتك وبين حد تاني، بيبداوا ان هم يعملوا له معالجه. المعالجه ديت اللي هم يبداوا ان هم يدخلوا على البيانات دي يعملوا لها معالجه. المعالجه ممكن ياخدها ينشرها، ممكن يرسلها، ممكن يزيلها خالص. لو انت مثلا عامل براءة اختراع عندك على وسائل التواصل وباسمك انت، يخش يزيلك كل الكلام ده. يعني ايه يزيل؟ ازاله، يعني هو دخل عالج البيانات دي، عمل لها عمليه معالجه، هو ازالها، ده في حد ذاته جريمه الكترونيه. او يمحوها خالص بحيث ان انت ما تقدرش ان انت توصل لها تاني او يسقطك ما بينها. وحصلت قبل كده ان في دكتوره جات اتكلمت معايا وسالتني على انها كانت مقدمه في منحه في جامعه امريكيه معينه بره، وكانت بتعمل المنحه ديت وهي بتعملها قدمت على داتا معينه، كان في مشكله ما بينها وبين شخص كانوا على علاقة ارتباط معين، وبالفعل الشخص دوت هي كانت مستأمنة على بعض الداتا الخاصة بيها، دخل على الداتا ديت بعد ما انفصلوا عن بعض، ضرب لها الباسورد، بقى يبعت رسائل خاصة من على ايميلها من على الاي بي بتاعها، وهنعرف بعد شوية ايه الاي بي والكلام ده، يبعت رسائل للجامعة برة، بقى يلغي كل الرسائل اللي هي كتبتها، لغى كل الامتحان اللي هي ادته، ومحى كل البيانات بتاعتها، وبعت كمان من على الايميل الخاص بيها هي رسائل للجامعة بتاعتها برة ان هي بتلغي الاشتراك في المنحة ديت بعد ما كانت دخلها تبع الدولة دي كلها. ودخل عمل ايه؟ دخل عمل معالجة الكترونية. طيب مين بقى المتهم الالكتروني ده؟ يعني مين هو شخص المتهم ده؟ امتى اقول ان الشخص ده متهم الكتروني؟ مبدئيا المشرعين كلهم اتكلموا، حتى المشرعين وهندسيين مهندسين لما جم اتكلموا عن هندسة الاتصالات والكلام دوت، قالك ان المتهم الالكتروني ده هو شخص مش عادي، هو مش متهم تقليدي، هو مش حد مثلا ظروفه الاجتماعية أثرت عليه، أو حد مثلا مثلا حصل له أي عائق نفسي أو أي حاجة مشكلة أدته إنه يرتكب جريمة، ولا كان عنده قصد مثلا معين، لا، الشخص دوت هو شخص
تقني حديث، يعني تقني متطور، يعني الشخص دوت عنده دايما عقلية ذكية جدا في ارتكاب الجرائم. اتقسمت المتهمين الإلكترونيين لثلاث أنواع. أول حاجة يسموا الهاكرز، تاني نوع اسمه الكراكرز، كراكرز، ثلاثة مطلقو المواقع الإباحية والشبكات الإرهابية. ثلاث أنواع من المتهمين ليس لهم ثالث في الجرائم الإلكترونية: الهاكرز والكراكرز ومطلقو المواقع الإباحية ومطلقو المنظمات أو اللي هي المواقع أو المعلومات اللي هي خاصة بها حاجة إرهابية. طيب مين هو الهاكرز ده؟ الهاكرز دوت هو بيسمى على الإنترنت شخص فضولي بيخش بس كده. نسمع دايما عن شخص يقولك ده أنا هكرتك، ده الشخص ده هكر، ده أنا ههكرك، ده أنا هدخل أسرق حسابك. هو شخص فضولي، هو داخل يشوف إيه اللي عندك. وممكن يكون يبدأ مع الطفل صغير جدا إن يكون عنده تفرح أو إن ابنك يقولك يا بابا ده أنا هكرت على أخويا. ما تفرحش بحاجة زي كده، لأن دي بتبقى حاجة فعل بسيط جدا. مع الوقت كل ما هيتعلم حاجة معينة هيبدأ إن طموحه تكبر في الهاكرز، وهيفتح يفرح قوي إن هو عمال يدخل ويتطلع على رسائل وبيانات غيره. الهاكرز دوت أشخاص فضولية بتبقى قصدها إن هي توصل للمعلومات والبيانات الخاصة بحضرتك. الهاكرز دول تم تصنيفهم على ثلاث ألوان: يا إما هاكرز أبيض، يا إما هاكرز أسود، يا إما هاكرز رمادي. بمعنى هاكرز ابيض دوت هو الهاكر المساعد اللي انا بروح له زي السلطات مثلا الداخليه، بروح اقول له الحقني انا في جريمه، حصل عليا جريمه معينه، وهو بيخش يهكر لي اللي حصل منه الفعل ده، فدوت بيبقى بيعتبر هاكر ابيض، يعني ايه مسالم ليا انا، بيخش يساعدني ان هو يرجع لي الحاجه بتاعتي. او مثلا مهندس اتصالات شاطر جدا، رحت لجأت له الحقني ان الايميل بتاعي اتهكر، هو بيدخل يرجع لي الحاجه دي. هاكرز اسود اللي هو سرق حضرتك، اللي هو كانت نيته الاضرار بيك، او ان هو دوت المتهم الالكتروني الصحيح ان هو بيكون قصده نيته الاضرار ببياناتك ومعلوماتك. الهاكرز الرمادي اللي هو متحول، ممكن يكون شخص ابيض وبيساعدك، وممكن بعد ما يساعد حضرتك ويمشي يعجبه كانت حاجة جوه الميل الخاص بيك او بياناتك اللي هو دخل ساعدك فيها، وبعد ما يروح مكانه يرجع يسرقك او يطلع او يدخل يعمل معالجة للبيانات الخاصة بحضرتك. ده الهاكرز. اما رقم 2 في المتهمين الالكترونيين هو اسمه الكراكرز. كراكرز دولت بيسموا من أكبر وأشد الأنواع المتهمين شراسة إلكترونية. يعني إيه شراسة إلكترونية؟ بيكون قصدهم تدمير أنظمة، تدمير برامج، وسرقة أنظمة كبيرة جدا خاصة بالبيانات والمعلومات، ودولت بيكون صعب الوصول ليهم، وصعب اللي هم حد يقدر يتتبعهم كمان. تالت حاجة من أنواع المتهمين الإلكترونيين هم مطلقو المواقع الإباحية. ده شخص ولا بيجيلك على بياناتك، ولا بيجي على معلوماتك، ولا بيتتبعك في أي حاجة. هو بيخش بس يطلق موقع إباحي، يطلق مثلا أفكار إرهابية معينة، أو يطلق لعبة زي لعبة اللي احنا سمعناها اللي هي الحوت الأزرق، اللي كانت بتسبب للأطفال إن هي تتبعوها لحد ما يرتكبوا جريمة في حق نفسهم. دي برضو بتسمى جريمة إلكترونية. طب هو ما عملش بيانات، ولا هو عمل معالجة للبيانات ولا المعلومات، ولكن هو دخل أطلق حاجة جابت من وراها فعل مخالف للقانون، فهو كده ساعد في ارتكاب الجريمة، وبالفعل يعتبروا أيضا هم متهمين إلكترونيين. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن الأنواع بالتفصيل الخاصة بالجرائم الإلكترونية. شكرا لحضراتكم.